خلونا نذهب لقضية أخرى تشغل المرأة. أنتوا عارفين قضايا المرأة كلها بتهمني جدا في هذه في هذا البرنامج. المجلس القومي للمرأة رد على بيان هيئة كبار العلماء بما فيما يتعلق بالطلاق الشفوي. احنا عارفين القصة، الرئيس تحدث عن أهمية توثيق الطلاق وكان بيتكلم مع السيد الرئيس المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيادة اللواء أبو بكر الجندي، ثم لكن وكان الرئيس بيطالب بقانون لتوثيق الطلاق عشان يقلل معدلات الطلاق. طلب مشروع منطقي عادل بشكره دايما عليه. رد عليه هيئة كبار العلماء وقالوا لا، هو الحقيقة ده لا يصح، احنا الطلاق يقع شفهيا يقع، وهذا لا يمكن ان احنا نغيره، ولكن نترك للمشرع، نترك اخر باراجراف في بيان هيئة كبار العلماء، نترك للمشرع ان يقوم بدوره في هذا الامر. المشرع بقى الحقيقة انه عايز يتحرك. عندنا بالفعل مشروعات، مشروع من إحدى النائبات تقدمت به لتوثيق الطلاق، هذا المشروع دعمه القومي للمرأة، إضافة إنه دعم مشروع أو قانون كان موجود قبل كده في من 2000 ل 2006 كان موجود وأدى إلى انخفاض معدلات الطلاق. الأستاذة مايا مرسي، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة. مايا مساء الخير. اهلا اهلا وسهلا استاذه لميس. ايه البيان اللي انتوا طلعتوه النهارده؟ البيان هو زي ما حضرتك قلتي بالظبط، احنا بنحاول ندي اقتراحات للمشرع، هي الرد على فكره التوثيق. احنا بنقول اللي هيجوز بورقه لازم يطلق بورقه، احنا بنطلع بنستخرج شهادات ميلاد استاذه لميس، بنستخرج شهادات تخرج، مش معقول بنوثق الزواج. احنا لغايه دلوقتي في الوضع الحالي اللي احنا فيه ما زلنا بنوثق زواج في سينا، يعني في ناس لغايه دلوقتي الزواج بتاعها غير موثق في سينا. فاحنا عايزين عشان نحفظ حق الاسره، زي ما الدستور قال ان تحرص الدوله على تماسك الاسره واستقرارها وترسيخ قيمها، لازم نفكر ازاي نقدر نقلل معدل الطلاق. للاسف الناس بتاخد الفكره ان احنا طالما بنتكلم على حقوق المراه يبقى احنا عايزين الستات تتطلق او بنساعد السيدات ان هي تتطلق. لا يا جماعه، احنا بنساعد السيده اللي هي بيتقال لها انت مطلق انت طالق ومعهاش ورقه تثبت ان تاخد حقها، معهاش ورقه تقول انا من حقي نفقه، معهاش ورقه تقول ان عدتي هتخلص في الوقت الفلاني. مهم جدا ان يبقى عندها الحق في التوثيق لحمايتها والوقايه من اي شبهات، يعني دي اول نقطه. النقطة الثانية، احنا اشتغلنا على المادة اللي كانت موجودة قبل كده هوت في المادة 21 من القانون رقم 1 سنة 2000، وكانت بتنص على انه لا يعتد اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق. احنا كان عندنا هذا القانون، يعني كان موجود. أيوة وبالفعل ادى لانخفاض معدلات الطلاق بشكل كبير. ايوه يا فندم، كان موجود وسنه من 2000 ل 2006 وصدر حكم من المحكمه الدستوريه بالغاء النص من 2006 لغايه 2017. كل المده دي ما فيش اي حد تطرق الى هذا الموضوع. اولا نفكر ازاي نحد من الطلاق. على فكره لما الناس تحس ان الموضوع فيه تحرك لاجراء وتحرك لاثبات وكل الكلام ده، هيعرفه هيفكر مليون مره قبل ما يخطو هذه الخطوه. مهم جدا، لان لقينا ان المعدلات نزلت في هذه الفتره. هقول لحضرتك احصائيه سريعه جدا، 2005 كان عدد اشهادات الطلاق 65,047، 2015 يا فندم 199,000 حاله فوق، يعني قربنا نوصل ل 200,000 حاله. طب ما احنا بنفكر يعني ازاي ممكن تقللي التصرف ده؟ ده الاشهادات معناها ان الطلاق ده اتوثق. كل الفكره ان احنا بنطالب بتشريع يقلل ويوثق هذا الطلاق، علشان اولا السيده تاخد حقها، ثالثا الشخص اللي قدامها ده يبقى عارف كويس قوي ان الموضوع مش سهل، هتقدر تتحرك فيه اجراءات بعد كده. بنحافظ على الاسره وبنخلي السيده لو هتقدر تاخد نفقه تقدر تاخد نفقه. اعتقد وبعدين يعني انا احنا قلنا المجلس النواب يبدا يتحرك في تشريع، متاكدين متاكدين متاكدين، علشان في ناس بتحاول تعمل وقيعه. احنا متاكدين ان فضيله شيخ الازهر
الشيخ احمد الطيب مساند جدا للمراه المصريه، تحدثت معه شخصيا اكثر من مره، مساند جدا للمراه المصريه. يعني توقعاتك ايه؟ ان في تيار محافظ داخل هيئه كبار العلماء او تيار محافظ داخل الازهر هو اللي بيؤدي؟ يعني انا ادرك ان فضيله الامام الاكبر بالفعل مساند للمراه، مساند لتحديث الخطاب الديني، مساند لامور كثيره جدا، لكن النتيجه اللي بتطلع دكتوره مايا مختلفه، فهل احنا بنتكلم على صراعات داخليه ولا ايه؟ أنا ما أقدرش أحكم أستاذة لميس، ولكن أحكم على الرؤية اللي أنا شايفاها قدامي من فضيلة شيخ الأزهر. أنا الرؤية إن هو هو اللي بيقول إن المرأة عماد المجتمع، إن المرأة المصرية امرأة قادرة، إن المرأة المصرية لازم نحافظ على حقوقها، إن المرأة المصرية المرأة كرمها الإسلام وإداها كل الحقوق اللي ممكنة. فأنا إحنا ما عندناش شك ولا نعار، كل كلام الأزهر والشيخ أحمد الطيب يعني فوق راسنا من فوق، ده امر مفروغ منه، ما بنناقشوش، احنا بنوجه الكلام للمشرع. للمشرع بالظبط، خلينا ما نعتبروش قضيه دينيه، احنا بنتكلم على التشريع، تشريع المدني. استاذه لميس، الماده 21 من قانون رقم 1 لسنه 2000 عشان تدخل وتنفذ لمده 6 سنوات، يعني عدت على الازهر، يعني اتوافق عليها. يعني استخدمت لمدة 6 سنوات، يعني وكأن الدنيا كانت أكثر تفتحا سنة 2000. يعني وأنا أنا برضو مش لازم توثيق، لازم توثيق، لازم تعدي، لازم تتجدد المادة دي ويقدمها. لكن نفس المادة دي اتحكم بعدم دستوريتها يا دكتورة مايا 2006. ندرس بقى، المفروض بقى المشرع ده مش دورنا، المفروض المشرع يدرس ليه حصل لها عدم دستورية. طب لو احنا عايزين نعدل المادة، احنا اقترحنا لا يعتد في وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الا من تاريخ التوثيق بالاشهاد، عشان تتحسب العدة، عشان تتحسب كل الاجراءات اللي بعد كده. اذا احنا هدفنا من هذه المادة هو ان التوثيق يعني يحفظ حقوق المرأة، ده جزء، وكمان الهدف الآخر هو يعني تخفيض أعداد الطلاق المتزايدة بشكل كبير. بالظبط يا فندم، حضرتك عارفة أن نسبة النسبة العالية دلوقتي في سن الطلاق من 20 ل 34 سنة في السن الصغير وفي بدايات السنوات الزواج. بشكرك دكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة. احنا الحقيقة هندعم ايضا هذا المشروع بقانون، وهندعم سيادة النائبة اللي تقدمت به، والحقيقة انه ده قضية شديدة الأهمية بالنسبة للمرأة المصرية.